أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. اليوم معنا ضيفنا المجاهر الجديد، طبعا هو معروف بصراحة أنه يعني الأخ جانو. كلنا نرحب بالأخ جانو، أهلا وسهلا فيك جانو. أهلا بك حبيبي جان، كيفك؟ أهلا أهلا وسهلا بالمشاهدين الأخوة الكرام. أهلا وسهلا جانو. جانو، يا ريت هيك تعرفنا على شخصك الكريم بالبداية هيك بكلمات مختصرة. تفضل. أنا اسمي زيربان شريف من كردستان الجنوبية، تولدت في أربيل وعايش أوروبا. هوايتي هي الموسيقى والرسم والفوتوغرافي. تمام جانو. جانو، بس الصوت لو تحط الميكروفون جنب تمك عشان الصوت يكون أعلى. هل الصوت واضح؟ الصوت صار واضح هيك شوي. تفضل. أنا اسمي زيربان شريف من كردستان الجنوبية، عايش في أوروبا. هوايتي هي الموسيقى الرسم والفوتوغرافي. تمام جانو. جانو، في بس الكاميرا عالية شوي، عفوا نص وشك مشان المايك. عشان المايك والكاميرا يعني نظبطها. اوكي، جانو، خلينا نبدأ من البداية، بالطفولة وعلاقتك مع الدين، وكيف كانت علاقتك مع الدين ومع أهلك، وكيف علموك الدين، وكيف شفت الدين. تفضل. أنا من عائلة فنية، الدين ما كان له تأثير، مع العلم المجتمع كلها متدين يعني، بس ما كان في شيء اسمه انه لازم تصلي او لازم تروح للمسجد، ما كان هيك اشياء. بالعكس كان كثير منفتحين يعني، بيتنا دائما كان في الفنانين والادباء. ف يعني من وانا صغير بسمع الموسيقى، فهذا الشيء خلاني انه اكون منفتح اكثر للناس الثانيين. الو الو، ما في صوت. جانو، اسف جانو، انا كنت فتحت على اليوتيوب، صفحة اليوتيوب، اوكي، بس عشان نكون على الصورة من كل شيء. جانو، خلينا إذا طفولتك كانت يعني طفولة عادية مثل ما قلت، وما في شيء من التدين، أنت بلشت مراحل التدين، إذا كان في مرحلة تدين. في المدرسة كان في درس اسمه التربية الإسلامية، فالتربية الإسلامية الأستاذ بيجي بيقرأ آيات أو الترديد، وبعدين بيشرح شو معنى الآية. وأنا في الرابع الابتدائي كان في سورة بيقرأ، كان الأستاذ اللي حتى هلا اسمه في ذاكرتي كان اسمه أسعد، بيوصف الجهنم هذا الآية، الفزع الأكبر وبدلنا جلودها، هيك اشياء. فطرحت سؤال لما قال مين عنده سؤال، سالت انه شو راح يستفاد الله اذا بيحرق هذا الناس، شو انا ذكرت هذا الشيء. هذا السؤال كان من الطفوله، كنت حابب تكون اسمع جواب مشان هذا السؤال، شو راح يستفيد الله اذا حرق الناس يعني. وحتى الآن أنا بطلب من المؤمنين إنه يجاوبوني، شو راح يستفيد الله إنه يحرق الناس البشر؟ إذا تقولي إنه هدفه العدالة، بيقدر هو قادر مثل ما بتقولوا، ليش ما بيسوي العدالة فوق الأرض؟ ليش بينتظر حتى نروح للدنيا الثانية؟ تفضل. هو بصراحة ما أظن يكون عادل، يعني هو وهم إنساني، ولو بالفعل في شيء منطق كان أصلا جاوبك على السؤال من زمان يعني.
طيب جانوب، انت يعني تدينت في وقت من الاوقات بحياتك؟ كنت متدين؟ كنت تصلي تصوم قبل ما لا تصوم؟ بس أنا صليت بس مشان أرضي المجتمع، الجيران، أصدقائي، لأن كثير مش حلو إنه أصدقائك بيسوون شيء وأنت تعتبر إنه أنت صديق لهذا الشخص وأنت ما بتسوي هذا الشيء، بالمجتمعات غير مثل العيب. فأنا رحت صليت معهم ورحت، بس كان كثير مرات كان في أشياء عن جد يعني بالنسبة لي أنا كردي، فليش أنا ما بحكي مع الله بالكردي؟ هذا من أهم الأسئلة اللي كنت بطرحها في نفسي، يعني حتى ليش ما خلقني مثل عربي؟ أوكي إذا أنا عربي والقرآن جاي بالعربي فما في اختلاف، بس جاي بلغة ثانية وبيأمرني أنه لازم أحكي بهذا اللغة وأنا ما بفهم أي شيء من هذا اللغة، فليش سوى اللغات إذا هو الله لكل العالمين؟ ليش ما سوى يعني international language، يعني كل واحد مثل المسيحيين لما بتروح للكنيسة كل واحد بيقرأ بي بي باللغة بتاعه، يعني ما مش هي الأساس هي اللاتينية أوكي بس أو الآرامية، بس أهم شيء إنه لما بيقول شيء بيفهم، يعني الشخص أو القسيس اللي بيقول شيء الناس اللي قاعدين بيفهموا شو عم بيقول، بيتحدث بلغتهم، بس بالنسبة إلي أنا ما بفهم شيء، فليش أقول أشياء وأنا ما بعرف شو عم بقول؟ أنا بدي أحكي مع الله أو 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 الخالق باللغة اللي أنا بفهم عليه وهو بيفهم علي. هو الله هذا يعني الله عربي، ما بيمشي الحال إلا عربي معه. صعب صعب يفهم لغات تانية، هو ما دارس لغات أصلا يعني، تعرف. بعدين لما صرت أوعي يعني وبسأل وبدي أعرف الأجوبة ودورت وقرأت، يعني صار عندي يقين أنه هذا الأديان كلها مش فقط الإسلامي كلها عبارة عن خرافات، عبارة عن تفاهات لعامة الناس بس مشان يضحكون عليهم ويسيطرون على عقولهم، ومثل ما بيقولوا أخواننا المصريين مشان يودوهم ورا الشمس. هذا بكل بساطة. صحيح صحيح جانو. جانو أنا بدي أسألك، يعني هلأ المسلمين بيقول لك أنا إذا مؤمن بالله بكون عندي راحة ذاتية نفسية، أنت هلأ أنت ملحد؟ عفوا ما الصوت انقطع. طيب تسمعني هلا؟ بسمعك. ايه عم بقول المسلمين عموما بيقولوا انه الملحد ما عنده راحه نفسيه، بما انه هو مؤمن بيقول لك انا عندي راحه نفسيه ومرتاح نفسيا. برايك هالحكي فيه شيء صح؟ وهل انت كجانب مرتاح نفسيا مثلا هلا وانت ملحد يعني وما عم تعبد شيء اله الاله الصحراوي بنعرفه؟ بالعكس، الإنسان بيصير أكثر إنساني، لأن الإلحاد هو موقف من إنسان من الأديان من أجل الإنسانية. أنا ما صرت ملحد مشان عندي هدف أو عندي غاية، هدفي وغايتي إنه أكون متساوي مع الإنسان الثاني، مع الهندي، مع الأمريكي، مع المسيحي، مع اليهودي، مع أي شخص. فهذا لما بدون تمييز، لما بتسوي بس الأديان كلها تمييز، يعني التمييز العنصري ما خدم للأديان، العبودية ما خدم للأديان، اللي محى هذه التمييز العنصري والعبودية هو الإنسان الملحد إبراهيم لينكولن،
والأمم المتحدة هم اللي محوا العبودية والتمييز العنصري. تفضل. طيب جانو يعني حبيبي. أنت اليوم صرت ملحد، يعني إذا جينا على موضوع الإجهار، برأيك شو أهمية الإجهار؟ هلا أنا وأنت مجهرين بإلحادنا، وهي برنامج للجهر بالإلحاد، يعني الشباب طبعا أجهر بإلحادهم، شو أهمية الإجهار برأيك؟ الإجهار شوف، كل أديان لما بدأت بشخص واحد وفرض أفكاره بالسيف مثل محمد ومثل البقية، فإحنا لما نجهر من أجل الإنسانية، هذا أولا. ثانيا ما بنفرض أفكارنا على أي أحد، أي شخص مؤمن بيسمعنا إما يأخذ بكلامنا إما يأخذ يكبل كلامنا بالزبالة، ما عندنا أي اعتراض لهذا الشيء. احنا دائما منفتحين. انا طبعا بالنسبة للتفجيرات اللي صارت بالكرادة، طبعا انا بتضامن مع الضحايا اللي استشهدوا. طبعا مين يعني شو الاسباب اللي بتخلي هيك ناس بيروحون؟ يعني في فيستيفال اسمها اكتوبر فيستيفال في بايرن ميونخ بيسووها، تبع البيرة، بيشربوا بيرة. طبعا حوالي 7 ملايين اشخاص يجون لهذا الفستيفال. مهرجان البيرة قصدك؟ مهرجان البيرة. ما بتشوف حدا تأدى او قتل او وكلهم سكرانين جايين بس مشان يشربون. ليش؟ لان الانسانية هونيك هو السقف والحدود اللي يحمي كل الناس. بس الأديان لا، مش هيك. أنا مش جاي مشان أقول إنه روحوا اشربوا بيرة، لا، أنا فقط أدي الفرق بين هذا الفكر وهذا الفكر. الفكر الإسلامي التي فيها كلها العنف، القتل، عدم العدالة، عدم الوضوح، الكذب. في كثير ناس ضحايا، يعني في نوعين من الإنسان، إنسان الملحد والإنسان المؤمن. وفي الإنسان المؤمن في نوعين، إنسان حاط عقله وإحساسه تحت قدمه وبيمشي عليه مشان الدين مسيطر عليه، اللي بيفجرون نفسهم، هذا أولا. ثانيا المؤمنين اللي عندهم شكوك، يعني صدقني أخي جان، ما بتلاقي أي مسلم مرتاح نفسياً، لأن شو ما سوى، شو ما بيسوي، دائماً عنده شكوك، عنده شكوك بأنه مش مكمل، أنه مش نظيف، عنده شكوك بأفكاره بأفعاله. فإنسان دائما عنده توتر نفسي، دائما عنده تشنجات، يعني فهذا الانسان دائما بتصير قنبله موقوته دائما. يعني مع الاسف وصلوا لهيك حاله. بالضبط هو يعني الفكره اللي بدنا نقولها، انه بالعكس، يعني الانسان الملحد هو المطمئن نفسيا ومرتاح نفسيا، بينما الانسان خصوصا المؤمن. تفضل. بالضبط. يعني بدي اقول انه الانسان الملحد بيهتم باشياء كثير بتهم ناس الثانيين، يعني بيخدم الثانيين، اشخاص ثانيين، يعني بيساعد، عنده روح المساعدة كتير قوية، عنده روح الإنسانية كتير قوية. هو عنده استعداد إنه ما بيأكل أو يعطي اللي بجيبه لشخص تاني مشان هو التاني يكون مرتاح، بس
هو كمان راح يرتاح مشان انه ضميره ووجدانه ارتاح. اكيد اكيد جانا يعني بهالمناسبة هي انه في هلا مسلمين عندهم شكوك بالدين ذاته، ان ما صاروا ملحدين ولكن عم بيشكوا بالدين، شو بتقول لهم لهدول؟ كيف بتقول لهم كيف يفكروا يعني؟ تفضل. شوف، هي كل شخص عنده مستوى ثقافي، مستوى علمي، الأهل، العلم لها دور كبير في تكوين شخصية الإنسان. يعني فبقولهم فقط أقروا أي شيء، وأقروا القرآن بس بدون قدسية. لا تقول أنه هذا كتاب الله أنه راح أقرأها بس إلى قدسية، بس لما تقرأها وتلاقي مثلاً لا تسألوا عن أشياء أن تبدو لكم تسألكم شنو هذا؟ هذا مش حجة مشان يهرب من الأجوبة اللي ناس عندهم سؤال وأنت تهرب منهم، أو بنعمة ربك ما وما أنت بمجنون. الناس بيقولون إنه أنت مجنون. إذا أحد بيقول لي إنه أنا مجنون، أنا بدل ما إنه أكتب إنه أنا مش مجنون، لازم أروح عند طبيب نفسي يكشف علي. ولما يكشف علي الناتج، أنا ما راح أقولهم روحوا عند الدكتور، هذا الدكتور راح يقولكم أنه أنا مجنون ولا مش مجنون ولا عاقل. بكل تأكيد جانو، هذا هو بكل بساطة حبيبي. هلا يعني كثير من المسلمين او شيء، يعني لما بنذكر قدامه اسم ملحد بقول لك هذا مريض نفسي. شو بتقول له لهذا المسلم اللي بيامن بالجحش الطائر وبيقول لك عن الملحد مريض نفسي؟ اوكي، انا راح اساله، هل شفت ملحد فجر نفسه؟ فقط اللي عندهم امراض نفسيه يروحون يفجرون نفسهم مشان يوصلون لحور العين. هذا ردي لهم بكل بساطة. برأيك الإيمان بحور العين مرض نفسي؟ طبعا مرض نفسي، وضمنها يصير الوسواس القهري كمان، لأن دائما بيغسلون إيديهم وأرجلهم بدون أي سبب. يا سيدي، بصراحة ومو بس مرض نفسي، يعني هو كومة من العقد النفسية المتراكمة، يعني الحور العين. شوف إذا أخذنا كل شيء بمستوى، يعني أنت إذا بتأخذ القرآن أولا، ثانيا سيرة محمد، ثالثا القصص الموجودة في القرآن، طبعا قصص الإنجيل والتوراة الموجودة في القرآن، رابعا العدالة في القرآن، خامساً توقيت نزول الآيات، سادساً الجهاد. يعني هذه الأشياء إذا بس نظرت إليها بنظرة عقلية، بنظرة شخص يبحث عن الحقيقة، فتلاقي بلاوي مثل ما بيقول أخواننا المصريين بلاوي زرقاء. صدقني الأخطاء العلمية اللي موجودة في القرآن، التناقضات الموجودة في القرآن، تجي على سيرة محمد ما بتلاقي إنه مين كان أبو، كيف صار، يعني مين اللي كبرها، ثالثاً الزواج بخديجة، طبعاً خديجة كان عندها داء الأرنب، يعني شفتها فوقانية هيك واقفة، فبس مشان المصاري أخذها. جانو يعني أنا بصراحة أول مرة بسمع هاي إنه في عندها أي شفت طالع على فوق، يا ريت تحكي لنا، تفصل لنا في عندك أي مصادر. المصادر أولا
المجهول في حياة الرسول للمرقزي. ثانيا يوم قبل وفاة الرسول. ثالثا شو اسمه هذا هذا تبع إبراهيم خليل كريم هذا الشيخ الأزهري. لا بعرف الحياه في حياه الرسول حياه صادق الامي هيك شيء هلا ما بتذكر بس راح ابعث لك الـ 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 الاسم الكتاب هذا اللي الشيخ ازهري طبعا كاتبه بيقول بكل وضوح انه محمد صار نبي من قبل ثلاث أشخاص. يعني أولاً خديجة لأنه خلفيتها كانت مسيحية، ثانياً ورقة بن نوفل، والثالث هذا القسيس. وإذا تجي على القصص الموجودة في القرآن الإنجيل والتوراة، يعني أنت النبي الجديد، ليش تروح تجيب أشياء وقصص لأشياء أشخاص تانيين تجيبها؟ أنا لازم أجيب أشياء بتاعتي تكون من صنع إيدي، ليش حتى أروح أجيبها من كتب تانيين؟ بالنسبة للعدالة ما بعرف إذا كانت العدالة أنه المؤمن وغير المؤمن ما بيكون متساوين في الحقوق والواجبات، كيف يعني أنت عندك أرض وشخص تاني بيجي ياخده بس لأن هو مؤمن، شنو هذا العدالة؟ هذا هو العدالة اللي تتبجح عليه؟ وزائدا زواج القاصرات، زائدا السبي والنهب، هذه كلها أشياء يعني لازم الإنسان المسلم يشوفها بعين الإنسان مش بعين المؤمن. يعني إذا حدا أنت كمسلم مثلا أسويها معادلة عكسية، بتقبل أنه حدا هندوسي بيجي ياخذ أرضك وأختك ويزبيهم؟ أنت كمسلم تقبلها على نفسك؟ فليش تقبل على نفسك أنه تروح تجي تسوي هيك أعمال؟ للأسف الشديد الفكر الصحراوي هو يعني فكر متعجرف كمان بالنسبة للجهات، يعني وبيقولون أنه الجهات في جهات الطلب وفي جهات الدفع. الدفع يعني دفاع عن نفسه. أنا عادي. ألو معك جانو تفضل. والثاني هو الجهاد الهجومي، انه وجاهدوا في سبيل الله باموالكم بانفسكم. اوكي الله بحاجه انه اللي في جيبي اصرف عليه؟ هل الله بحاجه انه اصرف عليه؟ هذا اولا. ثانيا اذا الله ما بيقدر يدافع عن نفسه، انا العبد الضعيف استطيع انه ادافع عنه؟ فهذه التناقضات الموجودة عن جد بيخلي شخص يدور حول شو بيقولون دائرة إلى الأبد وما بتوصل للنهاية، دائرة مفرغة مثل ما بقول. بالضبط. طيب في عندي تعليق من الأخ سالب. الأخ سالب بيقول: حبي واحترامي، أخيراً أنعمنا الرب برؤية حبيبنا جانو، حبي وتقديري واحترامي شديد لك يا جانو، يا أخ جانو، وشكراً لك على إقناع النبي جانو بالظهور. يا سيدي هذا هو تفضل جانو. حبيبي سال، يعني هو أخ عزيز علينا، هو والأخ رياض شجاع البغدادي، أبو يوسف الورد، ودكتور جورج، وطبعا
طبعا احمد حارقان، اسماعيل، ونبينا سامي الديب. يعني نبينا سامي الديب عن جد دائما بقول انه يا ريت كان عندنا 100 شخص مثل النبي سامي الديب، لان هو كنز بكل معنى الكلمه وقدره. يا ريت، وبتمنى انه اقابله اليوم من الايام واقابل جميع الاخوه. اكيد اكيد راح تقابلهم اكيد، يعني انا متاكد من هالشيء. طبعا في نوفا مان بيقول: اود اولا ان اشكركم على هذه الحلقه، ثانيا اتضامن مع الاكراد لاجل ما فعلته بهم داعش، وللاسف هم يطبقون الاسلام الان، انا مقتنع بهذا بكل تاكيد. اخ نوفا مان، تحياتي لاخي نوفا مان، هو صديق عزيز، توجه له التحيه، حبي واحترامي لكل المصريين ولكل الشعوب اللي بتؤمن بالحريه وبالانسانيه. جانا نوفا مان كان مسلم ولا شو قصته؟ نوفا مان هو مصري، اخ عزيز دائما بيجي في برنامج حوار مع المؤمنين، فبيكون هناك. هو ملحد ولا مسلم؟ هو ما بين، بس هو هلا صار 60% الى 70% ملحد. يعني هو دائما عنده اسئله، والاسئله ما بيلاقيها، يعني الاجوبه تبعها ما بيلاقيها عند المؤمنين، بيلاقيها عندنا الملحدين، فمشان هيك دائما بتشوفه معنا. اكيد اكيد، هو المسلمين ما عندهم اجوبه بصراحه، عندهم بس عن تريات فارغة وخرافية وأوهام، ما عندنا أجوبة، يعني ما أظن يكون عندنا أجوبة. طيب أنا بدي أشوف، أظن الأخ سال عم بيقول: كان رسول الله جميلا يا جانو، بعت لك صورة، أنا راح أشارك الصورة. شايفه أنا شايفه من زمان. يلا من زمان قبل أشارك الصورة هاي مع الأصدقاء، ويا ريت يتصل فينا الأخ سال. هاي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كان كتير حلو بصراحة محمد كون، يعني صار عمل فيلم. تفضل جانو، تفضل. طيب قبل ما نكمل، أوكي حبيبي، تفضل. سال معنا، تفضل. صراحة أرتب وبشدة عليكم على تشويه صورة الرسول الكريم والحط من جماله. فقد الصورة هذه بعد 77 عملية جراحية تجميلية. أيوة، ناسين. فهو شديد الجمال وراح يكون أجمل بعد العملية المليون. يعني جان شكرا، أشكر جان أولا على إقناع أحد الأنبياء اللي أنا أحبه. حبيبي، أنت أخ كبير. سو هابي حبيبي، سعيد جدا إني شفتك وكنت مستني هذه الحلقة. حبيبي أنت، يعني أحب فيك أخلاقك وسمو أخلاقك. حبيبي أنت فسال، شكرا، هذا بس من كرم لطفك و من طيشك. باب واحد واحد يحكي بشان الله. نحكي مع اثنين. لا اثنين لا تكون تتعطي. طيب خلي سالي يخلص جانو ونرجع لك جانو. تفضل سالي. بس حبيت يعني اشكر على الظهور لانه كان متردد، وفعلا اخ حبيب دائما، يعني اتمنى اسمع مداخلاته في البرامج وخاصة برنامجك، والآن سعيد جدا إني أشوفه أمامك لأنه رجل خلوق جدا، يعني العلو والسمو والبالأخلاق دائما مع جانا، فأنا جدا سعيد أشوفه. بالمناسبة أشكرك على الهدية الحلوة اللي بعثتها، شكرا جزيلا. حبيبي أنت سال، حبيبي أنت، هذا بس من كرم. شكرا، بس حبيت ادخل يعني سال. تحيه سال،
مختال انا بتشكرك كثير، واظن جانو كمان راح يكون معك ببرنامجك قريبا يعني، ما اظن لا اظن لا جانو يعني ما بمانع يكون معك ببرنامجك كمان. وانا بصراحه بتشكرك كثير استاذ على الاتصال الحلو. دقيقه كم ثانيه لو سمحت. تفضل. بمناسبه ذكر اخونا نوفا مان. نوفا مان تاخر كثيرا، هو 90% ملحد يعني تجاوز العدد، لكن بعد ان ينظف القمامات الاسلاميه الموجوده فاحنا عم بستناه صحيح يعني صراحه، واتمنى من الرب مبل اني يرشده على الطريق الصحيح، ويحتفل بعيد الفطر انه يفطر يصوم عن هذا الدين وينضم الى الديانة الحريه للحريه والانسانيه. سال صدقني الاخ نوفا ولا كل يعني كل المسلمين اللي بس يتواصلوا حتى باللحظه الاولى مع الالحاد مصيرهم راح يكونوا ملحدين يعني، مهما بلغ فيهم يعني خلينا نقول الايمان القوي بدينهم، لانه الخرافه خرافه تبقى خرافه. طيب سال انا راح اقطع عنك ونشوف نوفا مان هو اللي عم بتصل، خلينا نشوف. يلا يلا تفضل نوفا مان. اهلا وسهلا فيك، تفضل تفضل. اولا بشكرك بس على الحلقه ديت، وبشكرك على كل فيديوهاتك، انت شخص مجتهد جدا. العفو حبيبي العفو. لا دي حقيقة فعلا. وتاني حاجة أنا عايز أقول لجانو، أنا عايز أعتذرله على كل اللي عملته داعش أو غيرها في الأكراد، يعني أنا عندي إحساس بالذنب بصراحة ناحيتهم، فأنا عايز أعتذرله وأتضامن معاهم بصراحة عشان اللي حصل فيهم مش قليل الحقيقة. نوفا بصراحة يعني داعش ما عملت بالأكراد يعني مثل ما عملت بالعرب والمسلمين يعني عملت نفس الشيء تقريبا يعني. الجريمة هي جريمة، إن كان عند أخوتنا بالعراق العرب ولا الكراد ولا التركمان ولا الإيرانيين ولا أي إنسان يعني، أنت بتعرف هالشيء هذا. وداعش ما بتأثر مع حدا يعني، تطبق عدالته تطبق على الكل يعني بالجرائم. حقيقة بس يعني يمكن عشان إحساسي إن هم ما كانش ليهم ذنب في الموضوع ده، حتى لو كان داعش ليها إنها تقتل حد فكنا إحنا يعني أولى، إحنا العرب على الأقل قرفنا مننا فينا، إنما الناس دي مالهاش ذنب في أي حاجة حصلت. زي ما بيحصل أي مشكلة برضو بره في بلاد مثلا غربية، برضو بحس إن هم مالهمش ذنب في أي حاجة، هم أصلا مش فاهمين هم ماتوا ليه، فدي حاجة بتضايق الواحد أكتر يعني أنا على الأقل لو حصل أي حاجة وأنا مت فيها مثلا، على الأقل واحد من كلب من ضمن الكلاب وراحوا يعني في 60 داهية هما الاثنين، بس الناس دي مالهاش ذنب فعلا في كل اللي بيحصل ده. مالهمش ذنب ان هم يضربوهم في امريكا 50 واحد يموت، ومالهمش ذنب ان هم يضربوهم في اي حته في العالم، احنا قرفنا مننا فينا يعني لو بايدي اخلي القرف مننا فينا احنا، بس احنا خلاص يعني عايشين في جهنم وزي ما تقول خلاص اعتدنا على ده يعني، بس هما مالهمش ذنب يعني. فكنت يعني بستني زي فرصة عشان قطر هو مخصوص ان انا اعتذر له كممثل من وجهة نظر يعني الاكراد، انا ما اعرفش حد كردي غيره بصراحة، فعشان كده حبيت ان انا كنت كان مهم بالنسبة لي ان انا اعتذر له يعني كل اللي شافوه بسببنا يعني، او بسبب داعش يعني، واحنا برضه هو بسبب داعش بصراحة يعني. ولا تنسى انا كمان كردي يعني، مو هو الوحيد تعرفه كردي فعلا. انا اول مرة اعرف المعلومة دي، انا متابعك من زمان بس فعلا اول مرة اعرف. انا اعتقد ان انت قلت ان انت من حلب. انا كردي سوري طبعا، انا من حلب وانا كردي من حلب يعني. الاكراد موجودين بسوريا وايران والعراق وتركيا يعني. نعم فمنتشرين. هم الاعتذار يشمل. لا ولا يهمك، بس بدي اسالك نوفا، انا بدي اسالك يعني موضوع الايمان، انت يمكن لهلا ما صرت ملحد رسمي يعني اظن. نعم. طيب شو صار لك داخل مع الملحدين بنقاشات باشياء هيك من اول ما نقاشات ما بقاليش كتير يعني، انا يمكن من اول رمضان دوت هو انا يعني شويه مع استاذ احمد حرقان في القناه بتاعته دي نقاشات، انما متابعه ليكو انا بقالي ما يقرب من دي تاني سنه يعني، ده تاني رمضان ابقى فيه متابعه في كل شيء.
طيب بدي اسالك، تغير شيء اراء عندك، افكار مثلا، صور كنت تشوفها بشكل معين صرت تشوفها بشكل اخر، اذا تحكي لنا هيك باختصار شوي لو سمحت. اكيد انا كل يوم اصلا بتلاجئ، وبعدين وده شيء صعب على واحد مسلم ان هو يقوله، بس لحد امبارح واول امبارح انا بعرف حاجات في الدين من الملحدين انا ما كنتش اعرفها، عشت طول عمري. انا عندي دلوقتي 31 سنه، عمري ما عرفت الحاجات ديت انها في الاسلام غير منهم، وفعلا بخش بتابع بعديهم، يعني بعد ما اخلص النقاش بخش اتابع في اللي هم قالوه، لان هم ما بيكذبوش في اي حاجه، يعني هم صادقين في كل اللي بيقولوه. فكل يوم بتصدم، يعني كل يوم فعليا انا كل يوم بتصدم يعني. وطبعا افكار كتيره اتغيرت، يعني ان انا بقيت شخص متشكك، يعني انا اصلا دخلت جو ان انا اتابع البرامج بتاعتكم بهدف ان انا ايه، يعني ربما يكون عندي مثلا وجهة نظر ان انا اهدي حد، او اكون سبب، يعني مش انا اللي بهدي، ان انا اكون سبب ان يعني اوضح لبس ما. فما كنتش اتخيل في يوم من الايام ان انا شخصيا ابقى قريب ليكوا اكتر من اي وقت. قريبا 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 كمان راح تكون ملحد رسمي، لانه ضميرك اظن نوفا، الضمير هو بيحكم، والانسان الضمير صاحي راح ينظر للوقائع بعين مجرده، يعني بدون ما يحاول التبرير. لما تحصل واقعه، اي واقعه وين ما كانت بالعالم، في عندك ضمير ممكن يحكم اذا كانت هي هالواقعه هي بتدل على شر او بتدل على خير. كل الناس كل البشر عندهم هالضمير هذا، ولكن للاسف الشديد سيف داعش يعني، وهذا سيف داعش صدقني لا شيء امام السيوف اللي صدرت من صدر الاسلام، يعني في بدايه الاسلام لما كانوا يشوا الجثث وياكلوها، يعني ولما كان خالد بن الوليد يطبخ الراس وياكله، يعني اكثر من هيك توحش للأسف الشديد. وهي كلها موثوقة بكتب المسلمين، يعني نحن ما اخترعنا شيء، ما جبنا ألفنا شيء من جيبنا يعني. نعم، وعارف أكتر حاجة، أكتر من سيف داعش كمان، يمكن إحنا برضو في مصر ما عندناش الكلام الفاضي ده الحمد لله، ولكن اللي أكتر منهم بقى الترهيب في الآخر، يعني أنت هيطلع عينك وهيطلع، بس في الآخر أنت في حرية، عايز تقول أنت من شاف اليوم من شاف ليكفر، طب من شاف اليوم أو فليكفر إزاي وأنت حاططني عذاب رهيب شجر وما يشوي الوجوه، يعني انا بقول لحضرتك مثلا انت حر على فكره، ممكن تتكلم معايا على السكايب وممكن ما تتكلم، بس انت عارف لو ما اتكلمش معايا على السكايب هعمل فيك ايه؟ هعمل بس انت في الاخر انت حر. فين الحريه دي بقى؟ انا عايز حريه الصحراء حبيبي، هي حريه الصحراء للاسف الشديد. طيب نوبة، انا كثير سعيد بالتكلم معك صديقي، وانا بتمنى تكون صديق متابع وتشاركنا آراءك كمان بالسكايب، يعني مو بس مشان جانا تتصل مشاننا نحن كمان يا اخي، يعني اكيد انا متابعك والله من زمان جدا، بس انا عايز افكرك بحاجه، بس عارف انا مين؟ انا لوليتا اللي انت كنت بتقول الاسم وبتتكلم على انها واحده، انا غيرت اسمي لنوبه مان عشان خاطر ما يحصلش لبس. فاكرني لوليتا؟ طيب لوليتا او نوفا مان، يعني انا بعتذر بصراحه، انا بطلع قدام الاسم بقرا، يعني فبطلع مكتوب الاسم عليه بصراحه، انا ما بيهمني الاسم، بيهمني افكار الشخص بس، يعني لما بيحكيها هذا اهم شيء، يعني ممكن المستمع او المشاهد يستفيد منه، يعني نقرا في راسه، يعني هلا انا متاكد اخوتنا المؤمنين اللي متابعينا واللي بشوفوا راح يشوفوا هالحلقه هلا ولا بعدين، يعني اكيد راح يفكروا انه هذا واحد يعني شخص مسلم وحكم ضميره اقل شيء، يعني حكم ضميره لما عم نشوف الناس هي عم تموت بانفجار، الله اكبر، ماتت الناس، انقتلت مو ماتت، يعني للاسف الشديد، فمعنى كلمه الله اكبر صارت عنوان الموت، يعني انا لو سمعتها من حد جنبي في الشارع وانا في القاهره وبيتصرخ يقول الله اكبر، انا فعلا من غير ما احس محرمين وخوفا، انا فعلا الكلمه بقت تخوف بالضبط ارتبطت عندي بالرعب، يحصل حاجه بعد الكلمه دي، مصيبه سوداء للاسف الشديد. شكرا كثير اخي نوفا، شكرا كثير، واكيد راح نكون على تواصل ان شاء الله. اكيد جانو، شو بتعلق على صديقك؟ أنا بشكره كثير، أنا
كرم اخلاقه على احساسه الرائع. طبعا هو مش ذنبه مشان يعتذر لي، وانا هو اصلا ما سوى شيء غلط مشان يعتذر. فبس هذا الشيء اندل يدل على اخلاقه العاليه. بشكره ميرسي كثير على المداخله، كمان ميرسي على مداخله اخ سال وحبيبي واخويا. في اتصل فينا الاخ اظن، بس دقيقه واحده، الاخ احمد اظن اتصل فينا. اخي احمد اسف كثير، انا ما اخذت استنى راح اتصل فيك، اسف كثير احمد. اخي احمد يا ريت ترد على السكايب. طيب لمين ما يرد اظن ما رد الاخ احمد. على كل في عندي سؤال لك اخي، بس اشوف السؤال وين. فادي اظن، لا ضيعت السؤال بصراحة، أنا آسف كثير. ما في إشكال. شو قصة الاتصالات يا جماعة؟ طيب أرجع أتصل في الأخ سام، أظن سام من تونس اتصل فينا. يعني كنت بتحكي. تفضل تفضل أخي سام. مرحبا أخي. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا فيك، تفضل. ومرحبا بأخي صديقنا جان كردي، أخيرا رأينا من هو جان كندي من الداخل. مرحبا بكم. أنا أريد أن أتدخل في بعض النقاط تكلم عليها صديقي جان كردي فيما يخص الإسلام. كلمة الإسلام هو خرب، احنا الامازيغ خرب لنا بلادنا وخلاها متخالف، كذلك الاكراد وكل يعني. انا اقول ديما اتصور العالم من غير الاسلام، ولا الهم تاع الاسلام هذا السرطان مثلا هبط في جنوب امريكا، لكن الذبح هناك والقتل هناك، هنا دمنا الشعوب الجنوب امريكيه. حاجه اخرى، الملحد أصبح، أنا قبل كنت مسلم متشدد، الآن أصبحت ملحد داعشي، ملحد راديكالي. الآن لا أستطيع أن أقتل، عندما أمشي أشوف تحت رجلي لكي لا أقتل حتى فرسين، يعني بالتونسي ما نعرف السوري إيش تقول له. والنقطة الأخرى تكلم عليها أخ جون، هي المسلم مش حر العين وكواعب أطراف عليه من باع، يعني ثديان واقفان. من أصيب الغلمان المخلدون يستفتون، والطفلين المخلدان لا يكبران للنكاح، كذلك هذا ما يحبوش يتكلم عليها المسلمين من بدربوها. فيما يخص تكلم على السيرة، احنا وصلتنا السيرة بعد ما صلحوها ونحو منها حوايج، سجيل الرسول بعد تكتبها ابن مسحاق والبكائي، وبعد ابن هشام وصلتنا السيرة محمد باختصار قتال ذباح بنفتيل، يعني اكثر من هذا بالحسب لو زاد يقتل تو هذا مات. مش نتكلم على نكاح في نكاح الطفل هو منصور الطلاق قطعا ولا تسمي حرمة. وثم حاجة أخرى تتكلم عن الغنائم، لما آية تقول لك آية الأمثال 41، واعلموا إنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه ورسوله. هذه فريمون ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه، يعني يجي شو يسخر بالرسول يتم يخلص. حط لك شوية فلوس. وشكرا جزيلا اخي جون. شكرا كثير لك سام، شكرا كثير. جان في عندك اي تعقيب حبيبي؟
شكرا لمداخلة الأخ الحبيب. بالمناسبة هو الأخ أمازيغي، وعندنا الجمعية الكردية الأمازيغية، يعني يمكن يتواصلوا معنا في الفيسبوك أو في التواصل الاجتماعي. وشكرا للمداخلة القيمة. أخي جانو، في عندك سؤال من الأخ ماكسيموس أظن، عم بيقول: ما الأعمال التي لم تستطع التخلص منها والتي ورثتها من الدين؟ يعني شو الشغلات اللي ما عم تقدر تتخلص منها يعني؟ الشيء الوحيد إنه كلمة الله أو إن شاء الله، هذا لأنه موروث وبتستعمله دائما، هذا الشيء بيزعجني كثير، بس مش موجودة بالكردي بالمناسبة. يعني أنا دائما إذا بتعامل مع الأكراد بقول أشياء تانية، بس لما بتعامل مع مثلا أخ جان بقول بتمنى، ما بستعمل إن شاء الله وهيك أشياء. وبصراحة الشغلة الوحيدة تقريبا مع كل الملحدين، يعني اليوم الملحد يعني متربي بالثقافة الإسلامية بحت، وكلها بنعرف الثقافة الإسلامية تدخل الله حتى بالتواليت، يعني الله داخل حتى بالتواليت موجود، فما هو غريب إنه يكون بمصطلحاتنا المتداولة يوميا مثل الحمد لله، كيفك، الحمد لله. يعني طيب، في عنا اتصال من الأخ جورج. حبيبنا جورج، مساء الفل. مساء الورد حبيبي، تفضل. مساء الفل جانو صديقي. حبيبي جورج. سامعك تفضل جورج، تفضل. أولا سعيد جدا إن أنا أشوف جانو أول مرة، برافو عليه إن هو طلع وجهر بالحديث أمام لحنة قلة الحنفية ونبيه دارون عليه الصلاة والسلام. لا 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 جورج، يعني إذا إلهنا قلة الحنفية، لا لا لازم لازم وحتما رسوله يكون خرطوم. هو تبعت لنا المي، قلة الحنفية تبعت لنا المي، فالمي ده تجي من خلال الخرطوم. تفضل جورج، تفضل. جانا انا كنت عارف ان انت كردي، انا لسه المعلومه وصلت دلوقتي. انا بكره بتعز الناس لك قلبي في منتدى شغل الوسط. حبيبنا جورج، حبيبنا عندما حبيبي يعني بعيدا عن الكاميرا خبرتي مع الاكراد، يعني انا اعز الناس لك قلبي فعلا في منتدى شغل الوسط، وانا لا اعتبرهم عرب وهم لا يعتبرون نفسهم عرب الى حد بسبب حبهم للقلب. لا لا، بكل تأكيد لسنا عرب جورج، لسنا عربي، يعني عنا لغة كاملة مكتملة وعرق قومي، يعني أنا ضد القوميات والعرقية، وحتى أخي جانو كمان نفس الشيء يعني، ولكن كقومية كردية طبعا القومية منفصلة كاملة يعني بدون أي وعند. على فكرة الديانة الأزيدية كما عند العبريين، يعني الله مثلا اليهود هن العبريين، هن ديانتهم اليهودية، ما في حدا من برا بدخل. الأزيدية هي ديانة الأكراد الأصلية قبل ما يجوا طبعا للعرب هذول ويطلعوهم من دينهم. نعم، يعني ده الأكراد تحية كبيرة جدا اليوم، ووقفوا في وش كلاب الصحراء، ما سابوش، ما فرطوش في لغتهم، ما فرطوش في قوميتهم، عكس ما دول كتير عملت وناس كتير عملت. أكثر من أشياء الناس اللي شفناهم في الفترة اللي فاتت، حتى نساء الأكراد خرجوا وشكلوا السلاح في مواجهة داعش، ما عملوش زي الناس اللي نساء السلاح وغيرت، يعني أكثر الناس الأقل بفعل عن الأكراد. وتحية كبيرة لجانو ولجميع الأكراد. تسلم يا طيب، تسلم تسلم. ما بعرف إذا في عندك أي شيء تاني تضيفه أخي جورج، بدي أحكي قبل ما يحكي معك الأخ جانو. لا انا عايز اسيب الفرصه لجانو، ده حلقته ده نسيب الفرصه. لا هو بيحكي معك، تفضل جانو. طبعا انا بشكر اخ دكتور جورج واخ عزيز عليه كثير كثير، مشان سببين. اول لانه يعني اخ بس شوي لانه الاخ جورج مو سمعان. انا بشكر الاخ جورج
لان واخ عزيز وكمان في اسباب هو وبيشبه كان واحد صديقي وبيشبه بالضبط يعني عنده شبه كثير وزايد دكتور جورج عنده اخلاق راقيه وعنده مسار لياقه عاليه في المناقشه وفي هدوء وفي اسلوبه الراقي في الطرح فبحبه وبتمنى له كل الموفقيه وبتمنى انه اشوفكم كلياتكم يعني في هيك يوم نتلم كلياتنا ونجلس في مكان ما ونحكي. جانا بصراحه يعني هذا حلم انا واكيد يوم من الايام يعني راح نجلس في مكان واحد ونتكلم كلياتنا. انا بتمنى هالشيء هاد اصدقاء اعزاء على قلبي بصراحه يعني من الاخ جورج لسال لاحمد لكل الاصدقاء يعني. طيب في عنا اظن في وائل هذا الامبارح اللي كان عم بيحكي بسخافه بصراحه انا ما راح يعني اشيله من ارضه حتى يعتذر عن السخافه اللي حكاها امبارح فللاسف الشديد لن ارد عليه. في رشا جميل شكرا عم تقول شكرا جال السؤال متى نتخلص من الاسلام برايكم من الزمن كم من الزمن يعني برايك ايش قد لازمنا من الوقت حتى نتخلص من الاسلام جانا؟ المشكله في مجتمعاتنا الاسلاميه اوروبا تخلصت من الاديان من زمان يعني قبل تقدر تقول 50 سنه تخلصت او يعني صار الالحاد في اوروبا بشكل علني وقبلها بمئات السنين انفصلت الدين عن الدوله يعني منذ الثوره الفرنسيه. طبعا الاخ اعتقد جورج سال عن كيفيه الدخول الاكراد للاسلام هيك شيء سمعت اعتقد ما بعرف انا فهمت غلط ولا فهمت صح. لا انا احب الاكراد لانهم يعني رغم التنكيل اللي مرق عليهم من جماعه محمد والصحراويين هذول رغم ذلك تموا محافظين على لغتهم وعلى عاداتهم وتقاليدهم وقوميتهم. وزائدا انه حتى لما صاروا المسلمين كانوا بيرتدون عن الاسلام في هذا الكتاب اسمه خلاصه تاريخيه لتاريخ كرد وكردستان لزكي امين بك. وطبعا هذا الشخص عاش في فتره يعني في نهايه الدوله العثمانيه وكان شخص محافظ ومسلم كمان يعني. لما صار رد في الاسلام جاب راح هجم عليهم الجيش الاسلامي جابوا 12,000 من القرى والمدن وقرب جلولة ذبحهم على النهر ذبح. هذا العمل استغرق اكثر من اسبوعين يعني فقط فكر كيف بتصير هذا شنو فقط لتأديب الأكراد انه ما يرتدون عن الإسلام. ما في صوت. اسف جانو انا بشيل الصوت مشان ما يتم صدى يعني. انا بصراحة عندي البرادر اوف اول كمان يعني يا اخوتي راح اقرا كلمتين من التعليق الطويل اللي عايفه. يا اخوتي اتقوا الله ربك ورب العالمين. هو هذا الوهم هو ربك انت برادر اوف اول يعني ربك انت فقط وليس وبعدين داخل يعني انا راح اساله سؤال إذا هو عمره 25 سنة لنفترض أو 30 سنة كل عمره هيك مسوي الدعاء لله وبيصلي شو رد الله يعني شو استفاد من الله؟ أنت لما بتكون مرضان بتروح للدكتور مشان يعالجك ولا تجلس تدعي؟ إذا أنت مؤمن بالله لا تروح للدكتور
اجلس وادعي لي الله. واذا انت شوف المؤمن عنده وجهين مثل العملة، مشان هيك هم دائما في جيوب الشيوخ، دائما بتشوفهم في جيوب الشيوخ، الشيوخ دائما مسيطرين. فكل سهولة يا اما تؤمن بان العلم هو مصدر كل المعلومات الصحيحة، لان العلم عنده أبحاث، وهذا الأبحاث يسووها في الدكاترة وأشخاص وعلماء، يا أما تؤمن بغيب وتظل في الكهف وما تخرج منها أبدا. خلاص يعني هذا هو فقط. بكل تأكيد. أنا بس أظن رشا جميل سألت إنه متى نتخلص من الإسلام. يعني هو أخت رشا بصراحة الإسلام هو منتهي، ولكن جسم عفنة وطلع ريح. بكل صراحة إذا ما كان في حد بردة في المجتمعات الإسلامية لكنت تشوف يخرجون الناس في دين الله أفواجا، إذا ما كان حد الردة. فالناس بيخافون، مثل ما قلت لك الأكراد كانوا يرتدون من الإسلام، ما كان متناسب مع ثقافتهم وتقاليدهم، فكان يرتدون، فكان يجون يذبحهم. هذا هو، يا أما القتل يا أما كسر المسلم. صحيح. وبشهادة قرضاي قالها في التلفزيون. صحيح، بشهادة شيخ من قرضاوي. وفكرة ثانية، يعني الإسلام منتهي مثل ما قلت، يعني هو جثة ماتت وطلعت ريحته وبس بده الدفن. فالدفن راح يكون من هون لعشر 15 سنة، هذا بكل تأكيد، وعلى إيد الإنترنت. يعني الإنترنت هو اللي أولاً نحن كملحدين أعطانا فرصة أن نقدر نطلع نحكي. يعني هلا مثلاً أنا كملحد ما كان عندي فرصة، يعني مثلا أي قناة تلفزيونية راح تستقبل واحد ملحد وخليه يحكي، ولا أي خليني أوقف لي أي ساحة من ساحات البلدان الهريانة هاي بمدنة وأحكي أقول تفضلوا يا جماعة الحاد أو دينكم دين غلط. فبكل تأكيد ما راح يكون، يعني ما راح يصير. فالإنترنت هو أصلاً اللي فتح الباب للعقل الحر إنه يفكر بحرية. والناس اللي شفناها اللي مثل الأخ نوفا، يعني الأخ نوفا صار له سنة مثلاً عم يتابع الملحدين، وصار له شهر مثلاً عم يتدخل معهم، فكثير أفكاره تغيرت. وأنا متأكد مثل الأخ نوفا يعني الملايين راح تصير على نفس الطريق وخلال سنوات قريبة. يعني أنا متأكد من خلال 10 سنين راح تحصل الردة الكبرى، يعني الردة الصغرى لما أبو بكر وجماعته لما مات قاسم، هذا مات وقامت الأم بما يسموا الكفار أنه ارتدوا عن الإسلام، فما قدروا، لأنه سيف أبو بكر كان أقوى من الكفار وسيف المسلمين كان قوي، فتوسعت وما قدروا بالردة الصغرى. بس الردة الكبرى هي ردة من خلال العقل، خلال المعلومات الحرة اللي بيوفرناها الإنترنت. هي الردة الكبرى اللي ما في لا سيف أبو بكر ولا غير أبو بكر ممكن يوقفها. الإنسانية عم تتجه نحو الصح، نحو يعني نفي الخرافات هاي على جنب والتفكير العلمي. شو رأيك جنو؟ أنا متأكد إنه في أكترية المسلمين عندهم شكوك وعندهم أسئلة وما بيلاقونها عند الشيوخ، وهذا الشيء ما بيخليهم يرتاحون، يعني ما بيكونوا مرتاحين نفسيا، ما بيكونوا مرتاحين عقليا. فهذا الشيء راح يصير عنده ردة فعل، ومثل ما صارت ردة الفعل في مثل ما بيقولوا في الربيع العربي. طبعا أنا لما أخطف المسلمون هذه التوراة
أنا قلت في ذاك الوقت إنه صار شتاء وشتاء كتير قارس وبارد وراء الله يستر على المجتمعات اللي صارت فيها هذه الثورات. بس الشعب المصري كان شعب ذكي استطاع أنه يرد في آخر اللحظات أنه يرد شوية من الثورة. لأن أنا ما بحسب أنه شخص عسكري يحكم أنه هذا الشيء منيح، بس أحسن من الإسلامي أو الحكم الديني. ونفس الشيء بالنسبة لسوريا، أول ما صارت الثورة السورية كانوا مدنيين وكانوا يصرخون باسم سوريا، وما كانت تسمع أي شعارات الله أكبر. ودخل الخليج فيها وسوريا تعرف أكثر مني، فصارت اللي صار في سوريا مع الأسف. يعني الشعب الأطفال، يعني أنا لما بشوف أطفال بيبكوا بتألم من كل أعماقي. يعني شو دمهم؟ أنا شايف هذا المأساة. لأن أنا في سنة 91 صار عندنا هجرة جماعية، لأن قمنا بالثورة ضد صدام، وصدام إجا قتل اللي قتل والباقية هربوا إلى تركيا وإيران، وفي عز الشتاء، ولا لقيت منظمة إسلامية ولا لقيت دولة عربية. كان منظمات اليهودية والمسيحية والأوروبية كان بيجيبوا المساعدات للأكراد، والتركي والمسؤول الفارسي الإيراني المسؤول عن الكامب كان بيروح بيبيع هذه الأشياء الجديدة، وكان بيجيب أشياء ما بتقدر تستعملها. فأين الأخلاق؟ يعني فقط هذه الأشياء لما واحد بيشوفها وبيتذكرها بيعرف إنه قد إيش صعب هذه المعاناة. لما أشوف طفلة بتبكي مشان هي جوعان وما عندها مي، فين الإنسانية؟ يعني أنا راح بتمنى من كل أعماقي إنه تكون في الله موجود، مشان أنا عندي كتير أشياء أقولها بوشه. للأسف الشديد هالأمنيات هاي ما بتتحقق جانبا. ما راح تضل أمنية، بعرف. بكل تأكيد، يعني الشيء لا وجود له، يعني لو كان يعني في جزء من الحقيقة، يعني دعاءات الناس الأبرياء المساكين المظلومين عبر التاريخ، يعني إذا وضعتها في سلة أظن بتفيض على عرش الله ذات نفسه. يعني للأسف ما لها أي إجابة، وكثير ناس ظلمت وماتت بدون ما تأخذ جزء من حقها، وكثير ناس راحت للأسف الشديد يعني بدون ما تستمتع بلحظة من حياتها. يعني بالمناسبة خليني أقول لك إنه مع نهاية الحرب العراقية الإيرانية كان صدام سوى حملة لقتل الأكراد بشو؟ عرف بشو؟ باسم شو؟ وسماها الأنفال، يعني ما أخذها من سورة الأنفال وترجمها على قتل الأكراد. وفقط في هذا العملية اللي صارت، يعني مدتها سنتين صارت، دمر أكثر من 5000 قرية وقتل أكثر من 182 شخص. يعني شفت صورة أطفال في الطوابير وواقفين، عارف ليش طوابير، وفي طفل عم بيضحك للمصور وما بيعرف إنه هذا سرة الموت، يروحون يدفنون أحياء. فين الله؟ هذا الطفل شو ذنبه؟ يعني إذا عرش الله ما يهتز، إذا موجود بهيك أشياء، أمتى راح يهتز؟
ولا هو فيلم كارتون ولا فيلم هندي؟ هو بيهتز لما اثنين مسلمين بيمارسوا الحب مع بعضهم، بيهتز العرش تبعه، لانه عرشه مثل ما بقولوا للاسف الشديد يعني عرش الخرافه والوهم والثقافه الصحراويه القذره اللي دمرت حياتنا للاسف الشديد. طب جانا نحن تقريبا وصلنا لنهايه الحلقه. انا كان في عندي اسئله كثير محضره بس ما يعني ما بدي اطول عليك خصوص الحلقه. على كل حال في حلقه انا كان عندي كثير اشياء بس راحت من بالي، وكان ما كنت محضر حالي ولا كنت بعرف انه شو راح تسال. اول شيء يعني بعتذر من اصدقائي اذا اللغه العربيه مش كويسه او مش منيحه. وثاني شيء ميرسي كثير لك جان يعني. وبالنسبه لي انه متردد، لا انا بحياتي ما كنت متردد. انا دائما انا كنت ملحد قبل ما تكون انه اليوتيوب موجود ولا الفيسبوك. يعني في 98 كنت ملحد، ف يعني ولا وكان عندي تأثير على كثير ناس، تغيير فكرتهم في طريقة نظرتهم للحياة وفي مفهومهم للدين والديانة. ودائما بقول انه الانسان حر، وفيما اقوله كثير حلوة دائما بحب أدك اقولها، انه لقد مضى الزمن الذي كان فيه الاثم تجاه الله من اكبر الاثام، لقد مات الله وبهذا مات كل الاثمين. نيتشه. ف هذا هو الان، هو الله هو العلم ونحن له دارسون. بكل تأكيد الله نحن له دارسون. بدي أسألك أنا في صحيح، فأنا بأسف يعني هلأ خطر لي السؤال هذا. أنت قلت لي جيت على أوروبا ما كنت تعرف عربي، شو وصلت العربي؟ كيف تعلمت العربي؟ وما كنت بعرف إنه في سنة وفي شيعة أبدا. أنا عرفت إنه في سنة وشيعة كان معايا كنا جروب عراقيين، فأشوف واحد كان اسمه راجي ذكره بخير، ما بعرف شو صار فيه، فكان بيقول لي هذا المصاري خلي عندك. بقول له يابا أنا إحنا في مكان يعني قاچاغ، وإذا بنطلع إذا كمشني الشرطة شو راح أسوي؟ كيف أرجع لك المصاري؟ كان بيقول لي لا أنا عندي ثقة فيك. كنت بقول له حط عند هذا الشخص، كان بيقول لي لا هذا الشيعة. فشو أنتو مو عرب؟ قال بس هو شيعي بس أنا سني. ذاك الوقت عرفت إنه هو في اختلاف. بعدين صار في مناقشات وحكيت معهم وشوي شوي حتى صار في شوية تعلم اللغة العربية. طيب جانو كلمة أخيرة بتحب تقولها للجمهور البرنامج المتابعين من المسلمين ولا ملحدين؟ تفضل. أقول لكم خير لكم أن تكونوا فرد من قطع الأسود ولا تكونوا رئيسا للنعامة أو الخروف. شكرا لك جعلنا، شكرا لك كثير للوقت الطيب اللي اعطيتنا اياه، وشكرا لكم اصدقائي. الى اللقاء في حلقه قادمه. الى اللقاء، حياتي.